نرحب بحضراتكم مرة تانية وقعدتنا نبدأ معكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الرئيس السيسي ودع أهل البحرين بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته لمصر، والحكومة نفت عودة العمل بنظام الأونلاين للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع. كمان من ضمن الأحداث رئيس الوزراء استعرض تقرير حول خطة وزارة الثقافة لتفعيل مخرجات الحوار الوطني. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بوداع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته الرسمية للقاهرة. امبارح أكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الأونلاين من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل. وأكد مجلس الوزراء أن الفيديو المتداول قديم وبيعود للعام الماضي 2023، موضحاً أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الأونلاين صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2023، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024. ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني. وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذا التقرير يتضمن الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني وعدد من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة في هذا الشأن، ويتضمن أيضاً الوضع الحالي في وزارة الثقافة والخطة المستقبلية للوزارة لتفعيل مخرجات اللجنة. امبارح قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للأشقاء في قطاع غزة، واللي بتتضمن أكثر من 74 قاطرة محملة بأكثر من 1490 طن من المواد الغذائية والمشروبات والمياه المعدنية والبطاطين والملابس، وحيث شملت أكثر من 1286 طن من المواد الغذائية ونحو 9 أطنان من المشروبات، بالإضافة لأكثر من 30 طن من الملابس والبطاطين ونحو 165 طن من المياه المعدنية. وبيأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف اللي أدت لسقوط العديد من الضحايا والمصابين.